لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. نتحول من إثران إلى جرسيف مع أخينا سيدريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ السلام عليك. يا مرحبا بك مولاي. اللهم لك الحمد يا سي الحاج، منين لقينا معك هذا النهار؟ الله يرفع مقامك أخويا، الله يعزك مولاي. سي الحاج دعي معايا. يا رحمن يا رحيم. مع أولادي، مع أولادي. يا ربي يا كريم. والوالدين. يا رحمن يا رحيم. جميع المسلمين. اللهم امين اخويا. انا واحد الرجل فقير والحمد لله، كنحمد الله دائما. كلنا فقراء. جات خايبه ولا الى الله حصل دائما الحمد لله. لا اله الا الله. والله العظيم اللهم لك الحمد، دازت عليا اي حاجه دازت عليا، ولكن كنحمد الله كنذكر الله. الله اكبر. وكنفكر في الموت. لا اله الا الله. ودعي معايا سي الحاج، الله يرحمك الوالدين. الله يطول عمرك سي ادريس، الله يطول عمرك والله يغنيك من فضله، والله يجعلك من اهل الله وخاصته، الله ينورك بنور الله، والله يفتح لك باب التيسير. شكرا لك سي ادريس. سي ادريس نشكرك على المداخله ديالك. سي ادريس كيقول انا فقير. بالله عليكم شكون هو اللي غني فينا؟ ما كاينش كاع الغني فينا، الغني هو الله. ربي كيقول انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لأن الغني مهما جمع من مال راه في سميتو. علاش؟ حيت ربي عز وجل سوى بين الفقراء والأغنياء. فاش؟ في الاستهلاك. اللي عنده غني عنده ملياردير، شحال غادي ياكل؟ المعدة ديالو شحال غتهز؟ واش يقدر ياكل كبش مشوي مثلا؟ أو يقدر ياكل واحد المائدة مزركشة بالأسماك واللفات رابعة ديال اللحم؟ ولا نص كيلو ديال اللحم صافي كيتصاب بالتخمه. لان المائده مصممه للفقير والغني على اقل ما يمكن. مره جلست في واحد المائده فيها احد اكبر الاغنياء ديال البلد، وكانت عنده تقريبا شي 75 سنه، توفي رحمه الله تعالى بلا ما نذكر الاسم ديالو. وديك المائده جالسين وكانت فيها ما شاء الله واحد الطعام ما شاء الله عليه، وكان لقى مسكين ذاك الثري اللي هو اكبر ثري في المغرب، ملي كنبغي ياكل سبحانك يا جليل جابوا لي واحد طبيصه صغير فيه شويه ديال الخص شويه ديال المطيشه، ومن بعد جابوا لي واحد كاس ديال التاي مخزاني فيه جوج صباع، ومن بعد تفاحه كلا نصها. حسبت لي شحال كلا في ذاك الغداء، ما كاملش 15 درهم. يعني هذا عشاء فاخر كلا 15 درهم، عشاء فاخر كلا 15 درهم. وبقى ديك المائده هكذا كلاو اللي كلاو، والاخرين تقريبا ما قدرش ياكل، هذا السكر هذا الطونسيون هذا، قال لي الطبيب بقى غير كنتفرجوا كناكلوا غير بعينينا. ملي سالاو هزوا ديك البركه وداو على برا. جا السائق ديال داك المليونير الكبير اللي كيربح حتى واحد مدخول بسيط، وجلس مع راسو غير السائقين بعضياتهم، وبداو على الماكله تبارك الله ما شاء الله. المائده كتاكل كتهضم. خرج عنده داك السيد شافو بارك جالس كياكل، هو يقول لي آهين لو أنك أعطيتيني الأمعاء ديالك ناكل بهم المال ديالي. هو يضحك داك السائق قال لي يا سيدي آهين لو أعطيتني مالك لأملأ به أمعائي. سبحانك يا جليل، تا واحد ما عنده كل شيء، راه كلنا فقراء. عندي واحد صديق آخر من أكبر الأغنياء توا ديال الدار البيضاء، خدام كيبني وكيشري أغنياء توا ديال الدار البيضاء، خدام كيبني وكيشري. ولقيته من نهار عرفته كيلبس جوج البدلات، كيلبس هاد البدله كيتصبن كيلبس البدله الثانيه. واحد النهار ويدخلني لدارو ويوريني 35 كومبلي مصممين في افخم المراكز ديال اللباس، حطهم كله ب 35. قال لي مفصلهم على الشهوه وشاريهم بالثمن، هذا من فرنسا من باريس، هذا من اسطنبول، هذا من كذا، هذا من كذا، راهم محطوطين. قال لي هذو هما اللي كنرتاح فيهم، جوج بدلات حتى بهاتو. فقير، هو غني فقير. وكنعرف ياما ياما اناس عندهم اموال طائله،
ولكن راهي في البنكة. يحكي لي واحد الصديق ديالي هو خرج تقاعدة العام في العمل، كان هو من الأقارب وكان كيشتغل في قطاع المالية. من يلا دخل موظف صغير، موظف صغير يلا قال بسم الله، بدا جا شي واحد فتح عنده كونت عمر، كل شهر كيدوز واحد الفيرمو بملايين، كل شهر هو اللي مكلف به، كيلقى الفلوس كتدخل. عمرو ما بقى شاف داك الرجل من نهار تفتح داك الفيرمو، ما بقاش شافو. داك الرجل خدام كيجري، راه هو كيبني وراه هو كيتاجر وراه هو في المقاولات، ودخل السياسة حزب سياسي وخاد مقعد في البرلمان وخاد منصب وزاري، ومشى 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 ومشى، وديما الفلوس داخلة فلوس داخلة لمدة 30 سنة. هذاك السيد اللي كان مكلف تبارك الله توبة ترقى، فلقى بأن بعد مرور 30 سنة عمرو ما شاف هذاك الراجل اللي كيدخل، عمرو ما شافه شي يخرج، كان أكيدخل كيعمر. حتى واحد النهار جاته واحد المرأة لابسة اللباس الأبيض، قالت لي أنا أرملة المرحوم فلان، وهذه الإراثة، وهذا ولادي داروا التوكيل باش نسحب هذا الرزق اللي كاين. فجات المرأة وسحبت، وقع صراع بين ولادو. جات المرأة الثانية قالت لي أنا عندي النصيب باش نسحب هذا الرزق اللي كاين. فجات المرأة وسحبت، وقع صراع بين ولادو. جات المرأة الثانية قالت لي أنا عندي النصيب ديالي، وقع صراع. وكيتأسف هذاك الرجل، عمره كله هو كيجري وكيجمع المال 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 المال، وعمر الكونت الكونت الكونت، ولكن ما دام منه والو، ماشي ديالو، هو كان خدام عليه. حتى هو راه بحال خماس بل ماشي خماس، قال خماس كياخذ الخمس، هو ما دا والو، صفر درهم الا ما تصدق والا ما انفق على نفسه، وما تبقي فهو للورثه. فكلنا فقراء الى الله، غير نطمئنوا من هذه الناحيه، راح نكون بحال. واحيانا قد يكون الفقير اسعد من الغني. لما؟ لان الفقير كنلاحظوا بعض الاغنياء ملي كيمرض كيمشي عند الطبيب كيعطيه الدواء ديال الفقراء، كيقول لي غتحيد عليك اللحم الغنمي راه فيه كوليسترول، غتحيد عليك البسطيله بالدجاج راها مضره، غادي تاكل اش غناكل سيدي، غتاكل دوك الفواكه الاسيويه حيدها وحيد كذا، وفواكه البحر اللي ما فيهاش العظم، اي سمك ما فيهش العظم ما فيش السلسول هذاك ما تاكلوش. وكيف الاخر كيعود بحال الفقراء، كتلقى كياكل حتى هو شليضه وشويه ديال العدس واللوبيا والقطاني وكويستاتاي ومحرش وزيت العود. ها هو الطبيب، هو غني، خرج ديال المنتوج ديال الفقراء. كتلقى كيدروه الركابي، كيقول لي الطبيب غنخرج لك واحد الوصفه، شناهي؟ المشي على الاقدام، ولا في الاحسن الاحوال كيقول لي غدير بيسيكلات. فكيدير البيسيكلات وكيمشي على الاقدام بحال الفقير، حتى هو مسكين ما عندوش وسائل النقل. وقص على ذلك الكثير، بل الفقير قد ربما كيحط راسو كينعس كيشبع نعاس، ومسكين الغني عنده بزاف المطارق في راسو، عنده الضرائب، عنده العمال، النقابه، عنده المطامع ديال الاخرين، ربي اللي عالم به. فكلنا فقراء يا اخي الفاضل، لكن احسن ما عندك يا اخي ادريس هي انك تفكر، يا اخي ادريس هي انك تفكر كما قلت من اللي كيجي الموت. ما شاء الله، هذه راه وصية نبوية عظيمة، سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله، الكلام ديالو راه بحال الكلام ديال الأطباء. راه جاو شي صحابة وكانوا تاهما أثرياء، حتى ما ملي سلموا كانوا من علية القوم من قبيلة أسد، ناس هما عندهم الأموال وعندهم الجاه في الجاهلية، عندهم القوافيل وعندهم السلطة وعندهم الصولجان، لكن ملي سلموا خاص يكون نوع من التواضع ونوع من المساواة بين الجميع، خصوصا في الصلاة ملي كنصلوا بعضياتنا نكونوا متساويين بحال. فهؤلاء القوم وصاهم سيدنا رسول الله، عطاهم واحد وصفة طبية نفسية، قال لهم تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات. فكان كلما وصل عندهم يلقاهم متعززين متعجرفين، تذكروا هادم اللذات، لأن هادم اللذات هو الموت. ملي كنغندي معايا ولو، يعني احنا الدنيا دخلنا إليها حفاة عراة ونخرج منها حفاة عراة. عمركم شفتوا شي ميت الدمعة الفدان ديالو ولا الفيرما ديالو ولا الكرسي ديال السلطة ديالو ولا الكونت بونكير ديالو ولا الدمعة الزوجة ديالو والبهاء ديالو؟ أبدا، ما كدي مع إلا خرقة بيضاء فقط ولا عمل صالح ديالو. فأخي الفاضل سيدريس، أطلب الله تعالى
أن يحفظك ويرعاك ويغنيك بفضله بالإيمان واليقين، وأن يمتعك بنور الإسلام والهداية والرشاد، ويحفظ لك الله الأولاد والبنات. آمين آمين. شكرا لك سيدي إدريس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.